بلال مؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام. بلال أول صوت ارتفع في أجواز الفضاء مناديا حي على الصلاة. اللهم لا تسلط علي من عبادك من لا يرحم. اللهم أعني على عبادتك وشكرك. كف عن ذلك أحد أحد. كف عن ذلك، كف عن ذلك، كف. حضرة لتنزع عنه هذه الثياب وليخيل بالحبال حتى يطلع النهار، وسوف يكون لي معه شأن آخر. بلال، قصة الإيمان والصبر على احتمال المكاره في سبيل المبدأ الحق والعقيدة المقدسة. يا أبا علي، يا أبا الحكم، أي سهر بينكما وبين هذا العبد؟ وما شأنك؟ إنني رسول أبي بكر إليك. وما شأن أبي بكر؟ سأعذبه كما أشاء، إنه عبدي. لا يا أبا علي، إنه عبد الله. إن أبا بكر يطالبك أن تكف عن تعذيبه. لن أكف عن تعذيبه حتى يعود إلى ديننا ويعبد آلهتنا. لا بأس عليك. إني ذاهب إلى قائد رسول. بلال، قصة الذين باعوا أنفسهم في سبيل الله ورفعوا راية الجهاد حتى صارت كلمة الذين كفروا هي السفلى وكلمة الله هي العليا. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. بلال، الفيلم الذي جمع أبطال المسرح والسينما، يحيى شاهين، مجدة، حسين رياض، محمود المليجي، عدلي كاسم، فؤاد الرشيدي، عزيزة حلمي، صلاح وهبي، حسن البارودي،